آه لا، تنظيف الخزانات هو الأسوأ. شيكس. أعتقد أن خزانتي فوضوية قليلاً. هذا مستحيل، هذه مغامرات سنوية أحببتها منذ طفولتي. آه، هذه المفضلة لدي. منذ 100 عام قام رجل أعمال برازيلي يدعى ألبرت دوغلاس فنتورا بأكثر مشاريع كرة القدم غرابة، بناء ملعب كرة قدم في منتصف أدغال الأمازون. الموقع الغريب جعل أعمال البناء صعبة. تخلى فريقه عنه، لكنه لم يستسلم ولم يتخلى عن حلمه. مؤكد أنها قصة وهمية صحيح؟ أجل، بالطبع. بالطبع، الملعب المفقود قصة حقيقية يا شيكس. حقاً؟ وأين فنتورا الآن؟ لم يعد أبداً من الأدغال. الأسماك المفترسة، الأفاعي، الفهود. الأمازون هي غابات خطيرة جداً. البرازيل لديها شيء أخطر من هذا، وهي قادمة إلى سترايكا لاند. وصلت هنا أخيراً. قلبي يخفق بشدة، وخمسون ألفاً من المعجبين يهتفون. لا يمكنني التقاط أنفاسي، وتنطلق الصفارة. بكل ذرة جهد وكل حركة سأقدم في دوري الأفضل مهارات. في كل لحظة مباراة سأبقى مقاتل. واحد، اثنان، ثلاثة، أنا من سوبر سترايكا. المباراة في سترايكا لاند، والسوبر سترايكا يعانون لمجارات نجم بالمنتيري. سيد المهارات ملك السامبا رونالدو. أهلا بك في نهاية الطريق. أتظن أنك ستتفوق علي؟ أنت تحلم. لو لديكما موهبتي ففعلا ما تريدان. الفنان البرازيلي جعل افضل مدافع الدوري الممتاز كان هو. ليس لديهم ردة فعل على اسلوبه غير المتوقع. مرتجلة. نورث شو، لن تستطيع إيقاف دون ألدو بهجومك الطائش. فقط ركز على الكرة لا على اللاعب. أجل، وليس على الأرض أيضا. هذا سيء للغاية. دون ألدو أثر في ثقتهم بأنفسهم. بل أكثر من هذا، فلدينا مدافع واحد يلعب بعدوانية وآخر لا يلعب مطلقا. هيا يا بلوك، مناورة واحدة صغيرة أرجوك. يقول إنه بخير ما دام دبه الصغير يساعده على التدرب. يحتاجان للراحة ليستعيدا قدرتهما على الدفاع. كيف نفعل هذا ونعيدهما إلى ريو في وقت مباراة العودة؟ أظن أن لدي طريقة. نورث وبلوك، سأقوم بإرسالكما لدورة إعادة الثقة في الأمازون قبل المباراة. رحلة في الأدغال في فندق مترف.
لكنها غابة الأمازون أيها المدرب. يجب أن تحتوي على الخطورة والمتعة أيضاً. لا خدمات الغرف وعلبي، مستحضرات صغيرة الحجم هكذا. الفندق يحتوي على الخصوصية التي تحتاجانها للتركيز على التغلب على دون ألدو. ومن الذي سنلعب ضده؟ خادم الفندق؟ بل أعظم مهاجمين في العالم. هل أخبرتكم أنني كنت تلميذاً في الكشافة من قبل؟ أنا أعدكم لأستعمل خبراتي تلك لحمايتكم في الأمازون. أجل يا كلاوس، وستقوم بالحصول على وسام خدمات الغرف. حصلت عليه منذ سنين. عليك أن تغتنم جميع مزايا وضعك أياً يكن. وسامي في كشافة التنقل، وسامي في إشعال النار، وسامي في العزف، وسامي بالتمثيل الصامت، ووسامي في تعداد الأشياء، وسامي في الحياكة، وسامي للاحتفال، وسامي في أكل الفطائر، ووسام عدم فهم الأعراف الاجتماعية. إن هذا سيكون أسطورياً. سعيد لاغتنامك مزايا الموقف. لا داعي للتذمر. أجل، سأقوم باغتنام جميع مزايا الموقف. هيا بنا، هذا الرصيف قد صنف كرصيف آمن من قبل عضو في الكشافة. انتظر يا نورث، المدرب قال سنلتقي بأحد من الفندق. هيا، إن المكان قريب جدا. أيضاً علينا البدء في التدرب بسرعة. صحيح؟ أجل، ولكن لدينا معدات ولاعبون هنا، ما ينقصنا هو الملعب. حسناً، لكن فقط إن كنت واثقاً من مكان الفندق. لا تقلق يا رجل، أعرف بالتحديد أين سنذهب. لم يصل اللاعبون بعد، قلت لك سابقاً أنهم لم يصلوا بعد. دانسينغ راستا، اتصل الفندق، نورث والآخرون لم يصلوا في الموعد، ضلوا الطريق في الأدغال. تسلم القيادة حتى أعود. يا مدرب، هم تائهون في غابات الأمازون، العثور عليهم يشبه أحدهم تائه في الأمازون. علي الانطلاق فورا. ما هذه الأشياء؟ هذا رماد بركاني و بطيخ. أجل، أنا أشحن أشياء غريبة. وظفتك لدي. اسمي مارا، إلى أين؟ نورث، ألم تقل إن الفندق قريب من هنا؟ استرخي، فهو قريب جداً. أجل، ما هذا؟ لقد حصلت على وسام في تمييز الأصوات المختلفة. إنه هرير نمر. لا 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 لا، إنها رياح. ربما الرعد. وجدتها، إنه شلال. إنه شلال. الذي قمت بفعله؟ لماذا نضيع وقتنا في فندق ممل ويمكننا الذهاب في مغامرة أسطورية؟ أفعلت هذا؟ صحيح، سوف نعثر على الملعب المفقود الآن. هذا جنون، إنها قصة وهمية، لا يوجد ملعب مفقود. شيكس، إن بعضا من خبراتي الكشفية تخبرني أنه يمكن. إنهم هناك.
سوف أتواصل معك من أجل العودة من مكان ما في الأسفل. سيكون هبوطاً ممتعاً. واثق بشأن هذا؟ لدي مباراة أفوز فيها. أترون؟ نحن على الطريق الصحيح. يفترض أن نتدرب من أجل مباراة بالما، لا أن نذهب للبحث عن كنز مفقود. هذا الجزء الأفضل يا رجل، نستطيع التدرب في الملعب المفقود. سيكون تدريب بلا شك أفضل بكثير من ملعب الفندق. ولا يبدو أنه يمكن العودة من حيث أتينا. تعلم أنها أسوأ خطة على الإطلاق. استرخي، إنها مغامرة يا رجل. حسناً يا سيد فنتورا، فلتقدنا. انظروا، كنت محقا يا نورث شو. حسنا، لقد كنت محقا. الملعب المفقود حقيقي، والآن هيا فلنقم ببعض التمارين المتأخرة. أفضل بكثير من ملعب الفندق، صحيح يا نورث؟ أجل. فائدة يا رفاق، الكرة تقفز بشكل عشوائي، لا أستطيع متابعتها. هذا رائع، تائهون في مكان مجهول ولا نستطيع التدرب. لا تقلقوا يا رفاق، سوف أستخدم خبراتي الكشفية لأصل إلى خطة لإنقاذنا. سنرحل من هنا خلال وقت قصير. لن نرحل من هنا أبدا، وكل هذا بسببي أنا. لأنني كنت أكذب. لقد حصلت على أوسمة الكشافة تلك من على الإنترنت. انتظر، أتقصد أنك لم تذهب إلى الخارج؟ لا، كانت نافذتي مفتوحة. هذا ليس خطأك يا كلاوس، بل خطأي. انتصار دون ألدو علي وطرني تماما، ولكن عوضا عن المواجهة قمت بسحبكم إلى مغامرة مجنونة. إنه نمر، سيقضي علينا. المدرب، كيف عثرت علينا؟ زرعت جهاز تتبع في الدب، كنت واثقا بأنك ستأخذه معك. إذن
أقمتم ببعض التدريب على الأقل؟ الملعب مغطى بالجذور، الأرضية غير متوقعة. غير متوقعة صحيح؟ ارتاحوا يا فتيان، سنتدرب في الصباح الباكر. ما الهدف من البقاء وسيماً إن لم يقدر رفاقك تلك الوسامة؟ أفتقد رائحة جوارب تشيك سنتنا. لا، اسمعوا يا رفاق، إن قال المدرب إنه سيعثر على رفاقنا فسيفعل، وعلينا أن نري فريق بالمانتيري أصعب مباراة في حياته. سنلعب لمدة 45 دقيقة، حافظوا على النتيجة سلبية، نستطيع هذا صحيح؟ إذن هيا فلنبدأ اللعب من أجل رفاقنا. 1، 2، 3 سوبر سترايك. بدأت المباراة. لم أرى سوبر سترايك يلعبون بتلك التشكيلات من قبل. لم أتفاجأ، فنصف فريقهم لم يظهر بعد. فيما يفكر المدرب يا ترى؟ لا أعرف، إنه مفقود أيضا. أيستطيع هذا الدفاع إيقاف ملك السامبا؟ لن يحتاج لهذا، فارست اختطف الكرة ببراعة. سوبر سترايك يحتاج للعب بأقصى طاقته. حتى أقوى مهاجميهم يقومون بالمساعدة في الدفاع. ولكن السؤال هو إلى متى سيصمدون؟ اقتربت نهاية الشوط، لا تدعوه يفلت من أيديكم. فريق بالمانتيري يهاجم مجددا، يبدو أنه آخر هجوم في الشوط الأول. ولأول مرة يتخطى دون ألدو دفاع راستا. هل سيستطيع مدافعه الاحتياطي إيقافه؟ كلا، إن حركاته غير متوقعة كل مرة. هدف! يحلل فريق بالمانتيري، وحل الحزن على فريق السوبر سترايكا. هل هذا استعراض جوي في منتصف الوقت؟ قام رفاقكم بعمل جيد، والآن دوركم. مارا، سيكون هذا هبوطا مميزا بالفعل. الشوط الثاني على وشك البدء، ولدينا تقارير غير مؤكدة بأن هذا معقول. ولكن بمستوى نورث شو وبلوك في آخر مباراة، من الأفضل أن يبقيهما المدرب في الاحتياطي. وبدأ الآن الشوط الثاني. ظننت أنكما هربتما خائفين مما حدث لكم. سأجعلكما تتمنيان الهرب. تذكروا، انتبهوا إلى الكرة لا إلى اللاعب. يا مدرب، حاولنا هذا لكن فشلنا. الملعب غير متوقع. هيا يا صديقي، أعلم أنه غير مثالي، لكن علي اغتنام مزايا وضعي الحالي. صحيح؟ ها؟ بارث وبلوك أوقف الكرة في نفس الوقت. رائع، كيف توقع دون ألدو بسهولة؟ أجل، هذا رائع. أترون؟ الملعب غير المتوقع هو أفضل وسيلة للتدرب ضد لاعب غير متوقع مثل دون ألدو. ولكن كيف سيفيدنا إن لم نستطع اللحاق بالمباراة؟
لا تقلقوا بشأن هذا، فطائرتنا كادت تصل. ولكن قبل أن نرحل أريد أن أجرب شيئاً أخيراً. شاهدت ما تعلمه المدافعون، الآن حان وقت الهجوم. معك أيها المدرب. في الحقيقة لدي عمل آخر من أجلك. هذه أفضل وسيلة للتخلص من الآلام. أجل، حصلت للتو على وسام الاسترخاء الأقصى. يا رفاق انظروا لهذا. أتذكرون قول نورث إن فينتورا لم يخرج من الأدغال؟ أجل، لأنه أمضى بقية حياته مسترخياً في هذا الفندق. من الجيد أن نورث ليس هنا ليرى هذا. أنا ما زلت لا أفهم سبب غيابه عن هذه العطلة الرائعة. نورث يكره هذا، أتذكر؟ فأعطيته فرصة أخرى لاستكشاف الطبيعة.